النهارده يوم مميز جدا، النهارده يوم السادس من اغسطس. في عام 2015 تحديدا تم حفر قناه السويس الجديده، وده طبعا تاريخ مهم جدا بيعيد الذكرى اللي تم افتتاح فيها القناه عام 1869. ذكرى افتتاح قناه السويس الجديده قصه نجاح حقيقيه بتضاف لقصه النجاح الاصليه اللي ابهرت العالم في الاصل. افتتاح القناة الجديدة تم في سنة واحدة بس، قدر المصريين ان هم يحفروا قناة موازية بلغ طولها 35 كيلومتر. القناة الجديدة دي قدرت ان هي تساعد على مرور السفن في كلا الاتجاهين من غير ما تتوقف اي سفينة في مناطق انتظار داخل القناة. يعني على سبيل المثال بقى، زمن عبور القناة حوالي 11 ساعة بس، وده ساهم في زيادة السفن بحوالي 35%، وساهم في زيادة الإقبال على استخدام القناة الجديدة، ساهم في زيادة رفع إيراداتها، وساهم أيضا في زيادة رفع تصنيفها كأهم ممر ملاحي في العالم. صحيح يا مصطفى، هي الحقيقة يمكن احنا مش بنقول إن هو أهم ممر ملاحي في العالم اعتزازا بالنفس، لكن هو لو هنتكلم حتى جغرافيا هي أقصر طريق بين الشرق والغرب، هي الممر الأسرع أو الطريق الأسرع ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. فإحنا بنتكلم إنه ربنا حقيقي خص مصر بهذا الموقع، ويمكن زي ما كان مصطفى بيتكلم مع حضراتكم، منذ حفر القناة عام 1869 بناها المصريين العمال المصريين، وعارفين القصة وراء حفر قناة السويس. أيضا المصريين هم اللي كانوا الممولين الحقيقيين، أو كانوا هم المساهمين الحقيقيين في حفر هذه القناة الجديدة. في ناس في وقت كده من الأوقات كانت شايفة أنه ايه يعني الاستفاده من قناه السويس الجديده، ايه يعني الاستفاده من التوسيع والتعميق، ايه الافاده من كل ده؟ ما هي قناه السويس طول عمرها شغاله من 1869 وحتى الان، ايه الجديد؟ الجديد انه بمنتهى البساطه مبدا بسيط جدا، الدنيا طول الوقت بتتغير وبتتطور، وفكره ان انت تقف مكانك ده مش هيكون بمثابه ان انت واقف مكانك وهتفضل في نفس المكانه، هتتاخر. واحنا بنتكلم على زمن العبور اللي اقل من 18 ساعه ل 11 ساعه، بالمناسبه الزمن ده في حد ذاته فلوس، تكلفه، ان كان على الشركات صاحبه الناقلات او السفن، او حتى يمكن الشخص الطالب لهذه الشحنات او الشركات المنتظره لهذه الشحنات الموجوده على متن هذه السفن. واحنا بنتكلم حتى على مده الانتظار كانت بتوصل لاكثر من 11 ساعه. الزمن قل 3 ساعات في أسوأ الظروف. فإحنا متخيلين حجم الإنجاز، حجم الهدف اللي إحنا كنا بنجري وراه، ما كانش مجرد تطوير بسيط أو هيساهم بشكل ضئيل في إن إحنا يكون عندنا أو ندخل عملة صعبة لمصر، لا، الموضوع كان بالفعل ضروري ومهم، لأنه حتى يمكن حجم السفن نفسها اختلف وكبر، الشحنات نفسها كترت على متن هذه السفن. فبالتالي لو هذا الممر الملاحي كان غير آمن وما ينفعش إن السفن تعدي فيه، بمنتهى البساطة كان لازم يختاروا ممرات أخرى حتى لو كانت أطول بالنسبة لهم. طب خلينا نبص بلغة الأرقام واحنا بنتكلم على هذا المشروع الكبير، خلينا نشوف إزاي قدرنا إن احنا نجني ثمار هذا المشروع. على سبيل المثال، قبل حفر قناة جديدة كانت إيرادات هيئة قناة السويس حوالي 5 مليار دولار، السنة دي وصلت إيرادات القناة ل 9 مليار و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023. احنا بنتكلم أكتر أو تقريباً يعني ضعف الإيرادات، وده أكبر دخل حققته القناة في تاريخها. على سبيل المثال في 2014 كان عدد السفن اللي مرت عبر قناة السويس كانت 49 سفينة، في 2023 97 سفينة، الضعف. طيب خلينا نشوف كده زيادة نسبة عائد القناة بشكل عام، 259% من العملة الصعبة. يعني احنا بنتكلم يا مصطفى فإنجاز كبير كبير جدا في وقت من الأوقات، حتى مر بتشكيك كبير قوي، أعتقد أن الأرقام الآن تتحدث عن نفسها والأرقام لا تكذب أبدا. صحيح. وبشكرك جدا على الأرقام اللي قلتيها، يعني هي فعلا الضعف، من 5 مليار ل 9 مليار و400، يعني حوالي 10 مليار، يعني حوالي الضعف. وكل اللي قلتيه، قلت لي كم سفينة في الأول؟ كانت في الأول حوالي 47 سفينة، دلوقتي حاجة و90 سفينة. صحيح. 96 سفينة، يعني 49 سفينة، ده كان في 2014، و 97 سفينة 2023. يعني صديقنا اللي قاعد على الفيسبوك أو قاعد على مواقع التواصل، عملنا إيه؟ وإحنا يعني شمعنا يعني عملنا قناة السويس؟
اهو جمانة ردت على حضرتك. الارقام لا تكذب ولا تتجمل، احنا فعلا بنتكلم عن ضعف الايرادات تقريبا، علشان عملنا ممر ملاحي صغير بطول حوالي 35 كيلو، هو ده اللي فرق بشكل كبير. مش هتكلم بس في ان احنا مجرد عملنا مجرى ملاحي موازي للمجرى علشان يبقى فيه قافله الشمال وقافله الجنوب والحته الضيقه من قناه السويس تتجنبها يعني كبريات الناقلات البحريه في العالم، هتكلم برضو على ان القناه ما اكتفتش بان هي تبقى مجرد ممر. القناه عملت تطوير بشكل كبير جدا بيحصل فيها كل يوم. المجرى الملاحي ده ما بقاش مجرى ملاحي، بقى بيقدم خدمات لكل الناقلات البحريه اللي بتمر عبر قناه السويس. يعني عندنا مثلا خدمه زي خدمه تموين السفن، بنديهم كل ما يستلزموه من كل المتطلبات سواء البتروليه او الخدميه، عندنا خدمه الاسعاف الخاصه بالسفن، لو حد حصل له حاجه احنا نقدر نعمل له ايه؟ عندنا خدمه الاصلاح، لو السفينه دي وهي بتمر حصل لها حاجه بيتم صيانتها داخل كل الترسانات التابعه للهيئه، عندنا ترسانه في الجنوب في مدينة السويس، وعندنا ترسانة في الشمال في بورسعيد، يعني أي حد جاي من هنا أو من هنا بيحصل له كل الحاجات دي، إسعاف، تموين، إصلاح، كل ده بيعزز دور قناة السويس باعتبارها أهم مجرى ملاحي في العالم وأهم شريان حيوي يخدم حركة التجارة العالمية. صحيح مصطفى، فكرة الخدمات اللوجستية دي كانت مهمة جدا جدا، يعني بشكل كبير قوي كمان. هنضيف بقى على كل الخدمات اللوجستية والأرقام اللي احنا قلناها لحضراتكم في جانب مهم جدا، يعني واحنا بنتكلم على انه قناة السويس الجديدة وعدد السفن اللي عدت وما إلى ذلك، لكن في محور جديد مهم جدا، فكرة انه قناة السويس الجديدة فتحت الطريق لمشروعات تانية كتير زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالزبط. واللي بتشتغل على انها تكون مركز لوجستي عالمي تجذب أهم وأكبر الشركات والاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات في مصر. ونحن نتكلم على هذه المنطقة الاقتصادية بالنسبة لأي مستثمر أياً كان، أن يكون في منطقة اقتصادية في قناة السويس الموقع لوحده كافي، يعني الموقع وحده يروج لنفسه. بالفعل في استثمارات موجوده هناك، بالفعل في مناطق روسية. صحيح صحيح. وانا يعني انا عندي طلب صغير جدا من حضراتكم، احنا بنحاول ان احنا نستعرض مع حضراتكم كم الانجازات اللي حصل واللي هيحصل كمان باذن الله، لان التطوير مستمر بالمناسبه، هو مش واقف حتى عند هذا الانجاز فقط. اتمنى ان حضراتكم يعني حتى ما لا تاخذوا المعلومات اللي بناخدها انا اللي بنقولها انا ومصطفى، دوروا بنفسكم، افتحوا اقروا بنفسكم على حجم العمل والمجهود الكبير جدا جدا اللي حصل في قناة السويس، قد ايه فرق. لازم تعرفوا ايه اهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ازاي مش بس مهمة لمصر، مهمة لكل الاستثمارات الأجنبية اللي موجودة او اللي هتكون كمان موجودة، مدى أهمية هذا المحور الاقتصادي، مدى أهمية هذا التطوير اللي حصل في قناة السويس، هتعرفوا صدقوني معلومات كتير جدا وجوانب كتير جدا 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 مهمة إن هي تكون عندكم. ده بقى كله بجانب يا مصطفى كمان فكرة إنه فرص العمل اللي اتخلقت هناك بالظبط كده أرقام مهولة بالآلاف، والخبرات الأهم. صحيح. أنا لما أشتغل في شركات روسية أو شركات صينية بتقدم حاجة جديدة، يعني صناعة السيارات الكهربائية، تقديم الخدمات اللوجستية، تجميع السيارات، حاجات الجديدة اللي كلها ربما بتخدم يعني المرور سواء في الشمال أو في الجنوب، بيضيف للمصريين وبيخلي عندهم خبرة في مجالات جديدة. صحيح، هو المستثمر مش هيكون موجود في مكان إلا لو كان ليه مصلحة، وبطبيعة الحال إنه الموقع الجغرافي مع كل هذه الخدمات اللوجستية ومع كل هذه الخدمات المقدمة والتوسعة اللي حصلت في قناة السويس والتطوير المستمر كمان فيها، أكيد بالنسبة له هيسهل له حاجات كتير جدا ويوفر له حاجات كتير جدا. يا رب دايما في إنجاز، ويا رب دايما في نصر، ويا رب دايما طول الوقت مصر تفضل سالمة غانمة بأهلها المصريين. بتصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعادة، صباح الخير يا مصر.